أن يقبل استراتيجيا لا الاتحاد الأوروبي ولا دول بقية دول الخليج أن تكون تونس قاعدة للإرهاب، ثم لا يمكن للجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا أن تقبل أن تكون تونس مفرخا لي أو حاضنة لتفريخ الإرهاب. يعني هذا خطر، ولذلك علينا أن ننسب الأشياء وأن نخرج من ربقة قطر هذه الذي تسيء إلينا دون أن نستفيد منها، وأن نذهب إلى حلفائنا التاريخيين. شوف مثلا الكويت، راهو المذهب نتاعنا حتى هم مالكيون وديمقراطيون، هم ديمقراطيون من عام 1948 عندهم مجلس بلدي منتخب وعندهم مجلس الأمة، وحتى بورقيبة كان يعرف ماذا يفعل، كان يتعامل معهم وتعامله كان جيد جدا. إذن علينا الآن، أنا في رأيي علينا أن نطوي صفحة قطر بكل احترام، هذا شأنهم الداخلي، وأن نتقدم إلى الأمام مع الدول التي تعين تونس، نحن في حاجة إليهم. بل أعتقد أن حس العروبة والواجب العربي عليهم أن ينقذ تونس مما تردت فيه الآن، وهي أزمة مالية خانقة بسبب اختيارات سياسية عشوائية، كائنا من كان، تكون إسلامي تكون كذا، لكن بالنسبة إلينا نحن نحتاج إلى إنقاذ ولا نحتاج. وقطر، شوف قطر لن تقدم لنا أكثر مما قدمت، حتى ال 280 مليون ذكرتها، مليون دينار التي ذكرتها، لا هذه بعضها جاء في شكل شوف هبات، لا ومشاريع بناء وإسكان. أنا أذكر أنه ناقشنا مرة ملف، يعني أطراف قطرية جاءوا يضحكوا على التوانسة ويضحكون على الذقون، يستحمروا فينا ويستغبوا فينا، يجي يقول لك أعطيني أنا باش نعمل مثلا 30,000 مسكن شعبي، شوف تعطيني الأرض بلاش وتعطيني جزء آخر من الأرض قيمة أخرى، وأنا الأرض ذيك بلاش نبيع للتونسي ونخلص عليه ب30,000 دينار وما نعطيك حد شيء. يعني هذا عمره ما سار. التوانسة راهم متعلمون، راهو التوانسة قراوا في فرنسا وفي أمريكا في كل العالم. هذه صارت لا 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 لم تتم، لم تتم، لم تتم ورفضت. وبالمناسبة راهو الأستاذ حمادي جبالي رئيس الحكومة الأسبق في الكثير أوقف الكثير من المهازل والتي مرت بعده، بعد المهازل هذه دخلت، لكن في الموضوع هذا لم يتم، في الموضوع هذا لم يتم. المشكل أن القطري ما استعملوا piece of cake. رئيس الجمهورية وقت يتحدث معهم في جزيرتهم المحمودة قال أنه رأي الكعكة هذه، إحنا ما عندناش كعكة، كعكة في ذهنه، مش في كعكة في ذهن التونسيين الأحرار، نحن أولاد فلاقة أولاد مناضلين، ما عندناش كعكة في ذهن عنا تونس. هل لكن هذا ما يخالفش انه اعتبروها كعكه قطر قطر وقت اللي جاءت اعتبرتها كعكه صحيح قطر، وهذا ما تسموها، وهذا ما اريد ان اقوله. وقطر حينما تقدمت في اتجاه تونس نظام قطر يعتبرها كعكه، تركيا تعتبرها كعكه، تركيا طلبت الاف الهكتارات لبعض المدن الصناعيه في الوقت اللي نحن كنا نتعامل فيما سبق مع الإماراتيين، تتذكر وقت مشروع البحيرة ومشروع سما دبي كانت مشاريع رائدة. تعرف احنا بالسجومي وسما دبي تنجم تخدم 480 ميل لو كان نعاود نحيوها مليار دولار ونعاود نرجعها من جديد. فأين التفكير السياسي؟ أين التفكير الاستراتيجي؟ أين الرؤية الاستراتيجية؟ مشكلتنا أن من يحكموننا وكان عليهم أن يديروا شأن تونس، من يحكموننا تفكيرهم الاستراتيجي معطوب، بالعكس ما عندهمش تفكير استراتيجي. علاش؟ وهذا سي تريبيان كالكولي في المستوى السياسي، يحبوا يطيحوا تونس لأن الإخوان المسلمين في كل العالم، ذكر سي طاهر هذا، إنهم لا يعيشون إلا في المستنقعات وفي الدول التي فيها مشاكل.